أتاري دكتور غسان وضيوفه لليوم وصعب كتير. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ شكرا الله. تمام، بدك تعرفنا على ضيوفك؟ ضيوفي اليوم فرحتنا كبيرة فيهم غادة، وبدي أشكرهم لأنه قاطعين مسافات طويلة توصلوا لعنا. أوف، من وين؟ زحلة. برافو. زحلة. مع العاصفة ومع كل شيء؟ مع كل العاصفة. أهلا وسهلا. بدي أشكر حضورهم مدام فيفيان تنوري، مربية بجمعية أيام الرجاء، متخصصة بعلم النفس. بدي أشكر حضورك، ميرسي كثير لأني جيتي. ومحمد مصطفى هو ممثل الجمعية، ممثل الصغار، ممثل أصحابه كلهم. أمر الحلقة، أمر الفقرة محمد. ونزور يا محمد. حبيبة أنت. مدام فيفيان، كيف تعرفينا على المؤسسة، على الجمعية؟ جمعية أيام الرجاء هي جمعية تعنى برعاية وإعادة تأهيل أشخاص عندهم حاجات خاصة. هي جمعية موجودة بالبقاع بدهور زحلة، تأسست من 28 سنة، وجمعية بنشتغل فيها أكيد هدفنا الأساسي هو الولد، حتى نطوره حتى نقدمه. 28 سنة سبقوا ناشطين بقلب المجتمع الزحلي. صح، مزبوط. واي كيات، يعني شو الاوضاع اللي بتتبنوها عاده؟ نحن بنستقبل حالات التوحد، حالات التاخر العقلي والتاخر المدرسي والصمم. وبالنسبه لنشاطاتكم، بالنسبه للاعياد، نشاطاتكم عبر السنه كلها؟ اكيد عندنا نشاطات مختلفه، منها نشاطات بتدل على مدار السنه. يعني عندنا معرض دائم موجود بمركز الجمعيه، يلي هو بيكون موجود فيه من تحضيرات ومن اعمال لاولادنا الفنيه والحرفيه يلي هن بيشتغلوها. عندنا معرض هلا عم نحضر له كمان على نوال عيد الميلاد. عندنا حفله كل سنه بنعملها على عيد الام وعيد الطفل، وعندنا كولوني صيفي بيشاركوا فيه وتلاميذنا وكمان اولاد من خارج الجمعيه. يعني حيلا حدا بيهمه الموضوع انه يشارك معنا اكيد بنستقبله نحن، لانه بيهمنا انه يكون في اختلاط بين الاشخاص العاديين وتلاميذنا كمان بالمركز. وجمعيه تكون عندها منتوجاتها الخاصه؟ اكيد عندها منتوجات، وهالمنتوجات هن يلي بيشتغلوها تلاميذنا. يعني نحن عندنا قسم تربوي بالجمعيه وقسم مهني. بقسم المهني هن الاولاد اللي بيكونوا اعمارهم من 14 سنة وما فوق. بهالقسم بيتوجهوا مهنيا لسبع مشاغل. بهالمشاغل بيتعلموا مهنة وبيكتسبوا كمان، بينموا قدراتهم هيدي المهنية، وكمان بيصير عندهم مثل راتب شهري كل اخر شهر بيقبضوا من هالمنتوجات يلي نحن منبيعها. نحن عنا المشاغل في مشغل الشمع، مشغل الحياكة والتطريز، الزراعة، المطبخ، ومشغل الحرفي. منتوجاتكم بتوزعوها على المشاريع؟ اكيد هي موجوده عندنا بالجمعيه، اللي بيحب يزورنا كمان بيقدر ياخذ من الجمعيه، وموجوده بقلب زحله. فيفيان، بدي اسالك عن التنسيق مع الاهل، علاقتكم بالاهل؟ هي علاقه دايمه، وخاصه لما بيصير في ثقه من الاهل تجاهنا كمان بتصير علاقتنا مثل علاقه عائله اذا بدك. نحن عندنا مساعدة اجتماعية على تواصل دايم مع الأهل، يلي حيلا مشكلة بتصير بيكون في اتصال مباشر معه. وكمان عندنا لقاء أسبوعي مع المربيات تبع الجمعية. لقاء هيدا الأسبوعي شو في مشاكل عند الأهل أو شو في مشاكل نحن عندنا، بنتحاور سوا فيها نحن والأهل. أنتوا بس بالنهار يعني الأولاد ما بيناموا بال؟ لا، ما في دخل. نحن دوام مدرسي من 3 إلى ربع، من 8 إلى ربع ل 3 إلى ربع. قديش تقريبا عدد الاولاد اللي معك؟ تقريبا شي 80 ولد. 80. مثل ما قلت بينقسموا لقسمين، انا حكيت عن القسم المهني اللي هو 14 سنه وما فوق، عندنا القسم التربوي اللي كمان بنحب نشدد عليه، هو بنستقبل التلاميذ فيه من عمر سنتين ل 14 سنه. بهيدا القسم الاولاد بتوزعوا على صفوف تربويه. يعني مرات يمكن بنقول لبعض العالم انه تلاميذنا بيتعلموا اشياء مثل ما بيتعلموا بالمدارس العادي، فبيتفاجئوا. لا، نحن تلاميذنا بيتعلموا بنفس الكتب اللي متبعه بالمدارس الرسميه والخاصه، بس نحن بنقدم لهم اياها بطريقه جدا مبسطه وسهله. وهلا محمد شوي بخبرنا كمان شو بيتعلم بقلب الصف. هلا بنساله لمحمد على شو محمد؟ شو اسمها الغنية اللي بدك تغنيها مع أصدقائك؟ خلينا نسمع صوتك.
دعني اسمع صوتك لغسان صديبه مشيك محمد. بس ما نعلي صوتنا شوي ليسمعونا. انا مش عم بسمعك منيح، فيك تعلي صوتك؟ فيك تعلي صوتك. دعني اسمع. حلوه للفنان غسان صليبه. برافو يا محمد. اوكي، شو بتقول هالغنيه؟ عن شو بتحكي؟ عن شو بتحكي هالغنية يا محمد؟ شو بتقول؟ عن اي طفل بتحكي؟ توحد. عن طفل التوحد. طفل التوحد. شو بتكون كنتوا من خلالها توصلوا رساله؟ انتوا غير عندكم رساله بتكون توصلوها من خلالها، مشان هيك غنيتوها. شو بدك تقول للعالم يا محمد؟ شو بدك تقول لهم؟ حتى شو؟ هذا شو؟ حتى حافظها للغنية. حدا يعرفوا شو؟ كيف يتعاملوا معنا؟ حافظوا معنا. ايه؟ كيف يتعاملوا معنا؟ بحالتنا نحن. برافو مش هيك؟ يا محمد. اوكي. برافو. حافظها للغنية. حافظ شي منا للغنية يا محمد؟ قول شوي شو بدك تقول لنا منها؟ خلينا نشوف التقرير. يلا وبنرجع نحكي بالموضوع. اوكي. مارينين. شو بتعملي هون؟ ارقص واتبوك بالحفلة. اسأت ليلي عندي حفلة في الموبايل وغاية وكل العالم مش يعدي. بحب ارقص كتير. حماس للحفلة يعني؟ ايه حماس. حاضرة حالي منيح أنا ورفقاتي للمسرحية وبش معاوك. نحن إنسانية متنا مثل هالعالم، نحن عنا قلب نحب. يفل غاصب عنتنا، يفل غاصب عنتنا. محمد بسات شفت اصحابك؟ شو كنت مبسوط؟ شفتون ماريلين والصبايا والشباب كلهم معك؟ ان شاء الله دائما بالنجاح يا محمد. شو بدك تغني الغنيه؟ حافظها شيء؟ فيك تغني لنا شوي منها؟ ما فينا نسمع بدعون. اوكي زي ما عم بجاوب. طيب بنغنيها لكن غير مره، لكن نحن مدعوين نطلع عندكم ونسمع الغنية ونحضر المسرحية. أكيد. أنا بدي أحكي عن بس الحفلة يلي موجودة فيها المسرحية. هي كانت فكرة كتير مهضومة يكون في حفلة للمواهب، مواهب المختلفة يلي عنا لتلاميذنا نحن بالجمعية، وكمان حتى تلاميذ موجودين كمان برات الجمعية مؤسسات خاصة تاني. فالهدف منا أنه نظهر هالمواهب الموجودة عنا وننميها. يعني نحن عنا مواهب غناء ورقص وشعر وكمان تمثيل مثل ما هلا شفت. قد ايه بتلاقي صعوبات مثلا يعني في صعوبات كثير، لانه حسب حالة كل ولد وحسب قدرته وحسب امكانياته بدك تشتغل معه. يعني في اشخاص كثير مثلا بيوصل لهم الرساله اللي انت عم بتوجه لهم لها بتوصل بسرعه، بس في اشخاص بدك تكرر الرساله لتوصلها، وبدك كل مره بدك توصل لهم اياها بدك توصلها بطريقه مختلفه حتى يقدروا يكتسبوها مزبوط. صحيح. عاده بالنشاطات بتفرزوا الصغار مع بعضهم او كل كاله وحده او لا بتجمعون بالنشاطات الفنيه مع بعضهم؟ نحن بنجمع عاده الصفوف مع بعضها، يعني كل صف بيقدم شيء، بس بالنشاطات الكبيره بيكونوا كلهم سوا موجودين مع بعضهم، التلاميذ كلهم مع بعضهم، بس اكيد كل صف بيقدم شغله معينه. وعندكم شي نشاطات برات الجمعيه او بس بقلب الجمعيه؟ عندنا نشاطات كثير، يعني نحن مثلا بنحب نعمل كثير زيارات لمدارس برا حتى نعرف عن الجمعيه وعن التلاميذ الموجودين بالجمعيه، حتى يصير في كمان هيك على طول اخذ وعطى، يعني تواصل بين الجميع. عندنا كمان مثلا مثل ما قلت الكولوني الصيفي هو برات الجمعيه مش جوات الجمعيه، وعلى طول بنحب يكون في عندنا مشاركه مع اشخاص من برا كمان نحن وياهم.
بالنسبة لمعرض الميلاد، معرض الميلاد هلا عم نحضر له أكيد بأول الشهر ببلش، مثل ما قالت إنه هو من شغل تلاميذنا، موتيف زيني للشجرة، أشياء خاصة بالميلاد هني بيشتغلوها، وشغلهم كتير حلو ومميز، يعني عندهم إبداعات رائعة. معرض الكل مدعو، دعوة مفتوحة، أكيد الكل مدعو حتى يزورنا. وأنا بدي أقول شغلة أنه يتفضل الكل عن جد إذا عنده حشرية، أو حتى هلأ بس سمعنا صار عنده حشرية، يعني يزورنا بالجمعية، يتعرف على الجمعية وعلى التلاميذ الموجودين فيها. وأنا أكيد أنه لما رح يشوف تلاميذنا ومحبتهم وعطفتهم للعالم أكيد رح يرجع يزورنا مرة تانية ومرة تالتة. أنا أكيد أكيد يعني إشعاع كتير كبير عن جد، ويعطيكم ألف عافية على الرسالة الإنسانية الرائعة اللي عم تعملوها. مدام فيان، كلمة أخيرة هيك بتحبي توصليها للمجتمع باسم الجمعية، للمجتمع اللبناني وللدولة اللبنانية. اوكي، للدولة غير موضوع، لانه بدنا بدنا دعم على طول منا. هي صحيح الشؤون الاجتماعية، نحن دائما بدنا نتوجه للدولة دائما نوعية، صحيح وزارة الشؤون الاجتماعية على طول في دعم، بس اكيد نحن بدنا دعم اكبر، لانه في اشخاص يعني عم نشتغل معهم عن جد بدهم شغل كثير، وبدهم مواد كثير للشغل، يعني كرمال هيك نحن بنتمنى يعني من وزارة الشؤون انه تزيد كمان دعم لكل الجمعيات مش بس لجمعيتنا نحن. وللعالم بدي اقول لهم انه كل مره بيشوفوا شخص عنده حاجه خاصه ما يفكروا انه هيدا الشخص غريب عن المجتمع او ما انه قادر يعمل شيء، لا، هيدا الشخص عنده قدراته وعنده امكانياته، قادر يطورها، وعنده استقلاليه ذاتيه كمان، قادر مثل ما شفنا محمد يتواصل معنا ويحكي معنا، وفي كثير اشخاص ثانيين حتى لو ما قدروا يتواصلوا بالحكي بس قادرين يتواصلوا بغير طريقه ويعملوا اشياء كتير وابداعات كتير كمان. محمد، بدي منك كلمة هيك للكاميرا تسلم على البابا والماما على اهلك وعلى اصحابك، شو بتقول لهم كلمة؟ بسلم عليك. هو بيسلم عليهم. بيسلم عليهم، ونحن بنسلم عليهم كلهم. مدام فيفيان، أنا بدي أشكرك من كل قلبي، ميرسي كثير لحضورك، قطعتوا مسافة كثير كبيرة توصلتوا. ميرسي لمحمد لحضورك. ميرسي لأنك جيت. وأنا بدي أتشكركم، وكمان بقول لكم ميرسي باسم رئيسة الجمعية مدام فادية أبو ديب، وكمان باسم كل التلاميذ اللي موجودين بالجمعية. تحياتنا لإلها لمدام فادية ولكل الجمعية. ميرسي لإلك غسان كمان، وميرسي لإلكم، أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله ترجعوا على الطريق شوي شوي، انتبهوا بالسلامة، بنشوفك أسبوع على جاي غسان، رح ناخذ بريك ونرجع نتابع.